صباح النور، مرحبا بكم ناس كل هذه اخبار الرياضه من راديو ما. اهلا، بدايه ببطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. كما تعرفوا الدور نهايه الاسبوع هذا وبعد العيد بالطبيعه، ان شاء الله مبروك على الناس الكل. مباريات الجوله الرابعه من مرحله البلاي اوف للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت الدفعة الأولى 5:30 CSS باش يكون في مواجهة النجم الرياضي الساحلي، وفي نفس التوقيت النادي الإفريقي يواجه الملعب التونسي. وبالنسبة للدفعة الثانية نهار الأحد 14 أبريل 5:30 الاتحاد الرياضي المنسيري باش يواجه الترجي الرياضي التونسي. في كأس الكاف مباراة مثيرة دارت بالملعب البلدي ببركان. قاد معين شعباني نهضة بركان المغربي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على فريق أبو سليم الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وجاء هدف التأهل لنهضة بركان في الدقيقة 90+15 من رأسية للبوركيني يوسف دايو. يغادر بذلك أبو سليم الليبي لدربه المدرب التونسي شكري للخطوة المسابقة رغم المردود البطولي لحارس المرمى معاذ المنصوري خلال المباراة. وشهدت المباراة احتجاجات من لاعبية الفريقين على صفيرة الحكم المصري محمد معروف اللي أرغى هدف لفريق نهضة بركان بداعي التسلل، مع اعتداء على الحكم المساعد بعد الهدف الثالث لنهضة بركان لتتوقف المباراة لبعض الدقائق ليتم استئنافها فيما بعد. بالنسبة للنصف النهائي يلتقي فريق نهضة بركان في الدور النصف النهائي اتحاد العاصمة الجزائري، في حين يواجه الزمالك المصري اللي يضم في صفوفه كما تعرفوا حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري نادي دريمس الغاني ضمن النصف النهائي الثاني من المسابقة. بالنسبة للأدوار النصف النهائية تتلعب نهار 21 أبريل الحالي. في كرة اليد دارت البارح مباراة الجولة قبل الأخيرة من السوبر بلاي أوف بطولة كرة اليد، واللي أفرزت النتائج التالية لحساب المجموعة الأولى. الترجي الرياضي التونسي انتصر على بعث بن خيار 31-25. نادي ساقيت الزيت انهزمت قدام النجم الرياضي الساحلي 25-26. وفي المجموعة الثانية نادي الإفريقي انتصر بفارق عريض على الاتحاد الرياضي التميمي 56-33. ومكارم المهدية انتصرت على المكنين 40-26. أفاد نوف بالحجر حومة مدير البنائات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة أن الكلفة الجملية لمشروع إعادة تهيئة وتوسيع الملعب الأولمبي بسوسة ستفوق 70 مليون دينار، مؤكدا حرص سلطة الإشراف على التسريع في نسق استكمال الأشغال المتبقية من أجل تأهيله لاحتضان المباريات القارية والدولية وفق المعايير العالمية المعتمدة. أوضح بالحجر حومة أن الأشغال المتبقية تتوزع إلى ثلاثة أقساط، يتعلق الأول منها اللي هو في طور الإنجاز بشبكة الكهرباء من خلال تركيز الإنارة بمواصفات ذات جودة عالمية ومعدات الإرسال التلفزي واقتناء السبورة اللامعة بكلفة جملية قدرها 8 مليون دينار، مرجحا أن الأشغال هذه تنتهي في غضون 3 أو 4 أشهر، أي تقريبا في أوت القادم. بالنسبة للقسط الثاني يقول المسؤول المتمثل في تركيز الكراسي أفاد بالحجر حومة أنه ما زال في مرحلة تحين طلب العروض، مشيرا لأنه باش يتم تعميم تثبيت الكراسي على كامل المدرجات باعتماد اعتمادات أولية تتراوح بين 6 أو 7 مليون دينار. بالنسبة للقسط الثالث فيشمل تركيز مركز الصحافة الجديد في الجهة الشرقية وبالتحديد فوق المدارج الوسطى المكشوفة المعروفة لدى الجماهير بالشرمة. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ الشريف، إلى اللقاء.